هاي جايز، اليوم بصور لكم، مو باليوم، بصور لكم اسبوع في حياتي، بس اسبوع بيكون غير. ليش؟ انا عرس اختي قرب، فبصور لكم تجهيزات عرس اختي. حاطه ميك اب على السريع، طلع لنا عندنا مشاوير نسويها للعرس. خذكم معاي في هالفلوج. خالتي بتكون معانا. والله قوتي سلطه. سلطه حلو. من الصبح ما اكلت. ابا حاطين شيء. تخيلوا ان كل حد قاعد ينتظرني في السياره وانا كذي قاعده ادور. احتاج ملح. ويت اليوم لابسه عبايه ويت براويكم الاوتفيت بعدين عشان ما حد يذبحني. توي سالد كيف ادخل؟ شو محل شارجا. نحن مليون شخص قاعد ورا وشخص هنا. شرف دي جي. اوكي الحين هذا اكبر ولا هذاك؟ تقدري تشارج ابو، تقدري تاخذيه معك يمشي. اوي وايد صوت عالي. لا هذا ابوي ما بيخلينا نشغله في البيت. هنجرب الاصغر منه. هذا وايد عالي. لو وقفه هناك عشان تسمع. اعتقد ناخذ هذا. جرب واحد ثالث، هذا الاخير. تو وصلنا 06. اليوم كل المشاوير في الشارجة. صراحة أنا كل تفكيري حاليا في الأكل. إحنا شايين، ما إحنا شايين 06 صراحة. إن شاء الله. بتروح البنك، بتروح البنك. ليش 06 ما عندهم ردهة مطاعم؟ صح. لا كل شيء، لما في ألعاب في كل شيء، بس ما في ردهة مطاعم. وين ناكل؟ أبي وجبة سريعة، ما أبي أكل بيتزا. تشيكن فرايز. هي او كنتاكي. ما يدورون على كعب حق خالتي للعرس، بس انا صدقوني انا للحين ما عندي كعب. والله ما اعرف شو اخذ. لا حد يتكلم، سكتهم كلهم عشان اصور البيت بهدوء. كل حد ساكت يترياني اخلص. It's raining. شوفوا شكل بيتنا من برا. عود مهم ان it's raining. بنروح ناخذ جوله. كذابة. اشوف اوي بيتنا طالع يجنن. لوز لوز. كنا نرقص، ما قدرت اصور لكم. وقاعد اكل، قاعد اكل خلاص. كلهم طالبين بيتزا الا انا. طالبة ورق عنب. ما في لانه، بس لانه وايد يوم. الشرش بيخلص، بس بتكلم عن العباية قبل الكاميرا تسكر. العباية من براند سعودي، طرشوا لي اياها قبل فترة. لابستنها اليوم الدفي، الدفي حق الشتاء بيرفكت. النظرة شي من قريب قريب. صدق الالوان حلوة وتجنن. خذوا لفة على حسابهم. بس حلوة، وايد حلوة احس. بس اللي اخترتيه كان احلى واحد احس. حلو هاللون. احس هذا مو بحلو، شفاف احلى. بس هذا حلو. الله قسمي المفضل. احلى لعبه كانت عندي. والله متطورين، عندهم بيتزا. اللي واقفين هناك قاعدين يشوفوني يشتغلون هني، قاعدين يشوفون يقولون ايش فيها الممثله. صح. ماي اوتفيت. احس كل حد شي قاعد يطالعني يقول ايش فيها. طحني. لا مشت الفكره اجين. لحظه حصلت مرايه. حسي وايد كاشخة، ما اكشخ في كل مكان. ليش؟ لاني الكوين. باي. عادي كل شيء هني عندهم حلو. ابغى اتسوق. شو اخذت؟ شو هذا؟ حق الابطب. اخذنا نفس هالستاندز او ما اعرف شو يسمونهم. شو اخباري؟ لما كنت صغيرة كان حلمي يكون عندي نفس هذا البوكس. مكان في السيارة. جايين باصغر سيارة عندنا اليوم. الظلام ما قاعد يبين، بس المهم انه تخيلوا ما كان شيء مكان في السيارة. حاطين كل شيء فوقنا. هني. انا مولودة. اختي وخالتي قاعدين هني بكل راحة. نيو داي. التجهيزات عرس اختي جاية اليوم دبي مول. ليش؟ لأن بندور على كعب. كيف بندور على كعب وانا فستاني للحين مجهز؟ ما اعرف. يعني على اساس ان اليوم نصير نجيب الفستان. وايد محتارة ويا رب احصل كعب، بس حتى ما اعرف من اي براند باخذ. مالي خلق اليوم. تخيلوا بس راقدة 4 ساعات يمكن او 5. بس اليوم اتغدي كنتاكي وفيني حرقان في الصدر. احس
ما بنزل الكاميرا بس بصور بتلفوني لان دبي مول. لا في حشرة في بيتنا وايد عزيمة بمناسبة عرس جواهر وطالبين بعد الصالون يجون البيت يسوون اظافرنا. ناشا ما عليكم من وجهي ادري كيف صار لفترة ما عندي اظافر طويلة فمن زمان ومركبة ف باخذكم معي توهم الصالون وصلوا متصلين فيني مقوميني من النوم انا يلا يعني نحن برا وصلوا؟ لا يا وصلوا الصالون طبعا وين سي هاي؟ قاعدة اركب براويكم النتيجة اخر شيء الالوان محتارة ما اعرف شو اختار احط نود ولا احمر خاطري في شيء شي يعني تسوين انتي؟ عروسة قاعدة تسوي اظافرها guys ايش رايكم في اظافري ما سويت شيء درامي لا شيء طبيعي وخفيف اول شيء قلت خلني احط ابيض بعدين قلت لا ليش ابيض خلوني يجنن اظافر وخلصنا الحين باقي الكعب الحين ما عندي كعب hey guys ايش رايكم ستايلي اليوم لكم get ready with يعني اصور معكم get ready with me واختاروا لي اللبس بس شو صار طلب اللبس ما ناسبني ابدا طلع قبيح علي اخذت لبس من اختي تخيلوا اعطتني لبس يا بنزلكم تحت بس مشكله في ناس وفي محجبات فما اقدر اصور لكم راويتكم اظافري صح ايش رايكم البس هذا لابسه الحين الفراشه ولا البس هذا ويت تخيلوني انا لابسه هذا خليني لابسه الفراشه احسن نصور ب كاميرا ما كان يخلق قد بصور بالفون احس الفون يطلع احلى بالطومه لا حق اليوتيوب لا طبعا خواتي فستان لوز راويهم فستان لوز ويت جايز هذا فستان لوز اللي ما يعرف لوز منو اور كات ايش رايكم في التصميم انا صممته كيوتي هاي اضافي راويتكم امس اظافر العروسه كيوتي اظافر اخت العروس وين كلنا نفس الشيء ويت تعالوا تعالوا ماتشي انا اطول ظفر واحلى ظفر مالي اكيد عنكم كلكم انت كنت تبين هالفستان الازرق هذا صح لا كنت عليه هذا الورود بس على فكره حلو في وايد فساتين بس يعني لا لا قولي قولي انا بس عم اتكلم تقولي يعني هاي بنات احنا رايحين الحين نشوف فستان اختي لا 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 اقلقي اوكي اوكي بس خل علي صوتك عشان نسمع طبعا سوري بس توني ناشي مرقاد اختي استعيلتنا العروس هذه استعيلتنا قالت تعالي يلا خلينا نروح عزيزتي تفهمين انا شو بعد اقول انا بقول هاي بنات جايين ناخذ حق ما لا ما يستوي انت لازم تعرفين انا شو اقول انت لازم تعرفين انا شو بقول زين يلا هاي بنات لازم تقولين نفسك اوكي هاي بنات اليوم رايحين ناخذ فستان اختي او ماي جاد واو وايد تعرفين من شو بقول؟ لهالدرجه انا بيسك نو ميك اب فيس اقلي فيس كلهم خصفات الا انا حلوه الا جواهر اخسف واحدة عروس بعد ما يقدر يقول شيء لا امزح انت حلوة انت حلوة انت حلوة طبعا قاعدة اصور بفوني ويخلوني انظف الكاميرا ليش شي بيصدق الكاميرا كانت وسخة ويت رايحين جايين نجرب فستان اختي وبنجرب جاي اختي تجرب العروس تجرب فستانها وتسوي بروفا يعني قبل العرس باقي يومين للعرس طبعا ما اقدر اراويكم الفستان لانه ممنوع التصوير يلا جوجو انتوا ما يكونوا عم بحفوا على بعض وراح يكون فستانك عم بفوت قريب بدنا يكون جاهز راسك براويكم ماي اوتفيت اليوم عبايه بيضاء عم بما اقدر اتحمل وجهي هاي جايز وصلنا يوم قبل العرس هي تعبان اكيد قبل العرس المهم وصلنا يوم قبل العرس قاعدين نرتب الزهبه يسمونها الزهبه صح؟ الزهبه زهبه اختي جايز
جايز النتيجة النهائية، لا بس مو النهائية، للحين في شوية شغل بس بشكل عام شي بيكون. طبعا كل شيء انا سويته، شكرا. يوم العرس متوترة، وايد متوترة. ليش؟ لان الحين متأخرين على الميك اب والشعر وكل شيء. بسم الله، احسي خايفة. هاي، ركبتي اي لون؟ بعدين تبيه. اوكي، اول شيء بسوي شعري كله ولا لازم ميك اب ولا كيف؟ لا هلا بس شوار، بس شوار. اوكي، هاي كيفكم؟ هاي فلوج. بشد عيني الحين عشان الميك اب يطلع. بدي شعري من هني عشان شي عيني تطلع مسحوبة. مريم اختي اول وحدة بدأت تحط ميك اب. متوترة جايز، متوترة. بقول لكم ليش متوترة، انا ما اعرف لان عرس ابي اكل، بس كيف باكل وانا حاطة ميك اب ما اعرف. بس بدا بر عمري، بس يلا يستر. هذا فستان اختي مريم اللي ذليتونا عليه، فستان الكوين. طبعا قاعدة همس لان ما احب اسولف. صوتي انسمع وانا قاعدة احاول اني ما وايد، لا مو قادرة اتحمل شكلي. Hey guys، حرفيا كان اخر شيء صورته، ادري بس انا كان عرس وزحمه وشي، فما قدرت اصور الفيديو اللي قبل لا اتكلم هني اللي شفتوه، اللي ما كان عاجبني شكلي. حق اللي يعرف القصه من تيك توك، انا ما كان عاجبني شعري وغيرته. هذا كان شعري قبل والحين هذا بعد، يعني غيرته حرفيا. شو رايكم، الاول كان حلو ولا تحسون الثاني احلى؟ اكتبوا لي تحت. سوري لاني ما صورت لكم العرس عدل، بس تعرفون يعني كنت مندمجة وايد، وايد في انستغرام، نزلت وايد في تيك توك، فاللي ما شاف شيء عن العرس يضيفني في تيك توك وانستغرام وبس عشان تشوفون الفاينل لوك. لاف يو جايز، باي.